اللي احنا هنتكلم عليها. لو سمحت يا مستر، مين اللي اخترع الخلية الجلدانية دي؟ مين اللي عملها يعني؟ واحد اسمه العالم دانيال، الاسم الحقيقي دانيال. حضرتك خلية الجلدانية دي مين اللي عملها؟ العالم مين؟ دانيال. ماشي، العالم دانيال دي بقى عمل خلية جلدانية شكلها عامل ازاي؟ تعال نشوف. جاب حودين، جاب لوحين، لوح ولوح، جاب حودين، جاب لوحين، قنطرة ملحية. طبعا كل حاجة تعرفها بالتفصيل دلوقتي، اسمها قنطرة ملحية، وفولتاميتر. ليه يا مستر حبيبي؟ ما هو الفولتاميتر اللي بيعرفك ان في كهرباء، مش احنا بنحول الكيمياء لكهرباء؟ اذا لقيت الفولتاميتر ده عمال يتحرك يبقى ده معنى كده ان الكيمياء طلعت كهرباء، يبقى الكيمياء هنا مفروض تتحول لكهرباء. محلول الكتروليتي، ايه ده ايه ده ايه ده يا بتالت؟ محلول الالكتروليتي والمحلول اللي بيوصل الكهرباء، محلول الكتروليتي. وخلي بالك لازم يكون المحلول من نفس اللوح. يعني ايه؟ يعني انت اللوح ده خرصين، يبقى هنا المحلول كبريتات خرصين، صعب عليك؟ ما هو لازم يكون المحلول من نفس اللوح. طب هنا اللوح نحاس، يبقى عندك هنا محلول كبريتات النحاس، ده المحاليل اللي من نفس اللوح. في مشاكل؟ تمام. انت عمال تقول لي ان الكيمياء تديني كهرباء، وده عن طريق تفاعل الاكسده والاختزال. جميل، هي الكهرباء هتمشي منين لفين؟ هتمشي من، استنى بقى عليا بقى اسمع مني، لازم تعرف ان احنا عندنا في الكيمياء القطب. لا يا مستر لا لا، هتهلهم من تحت قوي، تعالى لي افكرك بالشكل ده لو سمحت. موجب واحد، موجب اتنين، موجب تلاتة، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، واطلع سهم لفوق وانزل سهم لتحت. وقوم قايل لحضرتك كالتالي، حضرتك دلوقتي وانا طالع ده معنى ايه؟ اكسدة. الاكسدة دي حضرتك يعني فقد الكترونات، وهنا الاختزال، وده معناه اكتساب الكترونات. كلام محترم جدا. عندنا اللي بيحصل له أكسدة بنقول عليه أنود، بقول عليه إيه؟ أنود. واللي اختزال بقول عليه إيه؟ كاثود. طيب وأنا طالع، سيبك من الكيمياء، وأنا طالع مسعد ولا مهبط؟ مسعد. وأنا نازل، حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم دي ثوابت لا تتغير. بمعنى لما اجي اقول لك الاكسده انود ولا كاثود، على طول على طول من غير تفكير. لما اجي اقول لك الاكسده ده مسعد ولا مهبط، مسعد على طول، ما فيهاش تغيير. هل دي صعبه؟ امال ايه في التغيير يا مستر؟ اقول لحضرتك الخليه الجلدانيه، الخليه الجلدانيه والخلية التحليلية، طبعا عارف الفرق كيمياء كهرباء، كهرباء الكيمياء. الخلية الجلدانية دي فيها هنا قطب موجب، طبعا بيبقى اي حاجة قطب موجب وقطب سالب. جميل، القطب السالب في الخلية الجلدانية بقول عليه انود، قطب السالب اللي هو الايه؟ الانود. والقطب الموجب كاثود. طيب شايف عندك القطب الموجب هنا في الخلية التحليلية انود، والقطب السالب الكاثود. اقول تاني؟ نقول تاني وبالراحة. حضرتك في الخلية الجلدانية الانود قطب سالب ولا موجب؟
سالب والكاثود قطب ايه؟ موجب. ده فين؟ في الخليه الجلدانيه. طب في الخليه التحليليه القطب السالب كاثود والقطب الموجب انود. طب اسال سؤال، ماشي، شايف الانود ده اكسده ولا اختزال؟ اكسده. طب الانود ده اكسده برضو. قلت لك في ثوابت ما بتتغيرش ان الانود يعني اكسده. قطب سالب قطب موجب دي اللي بتتغير من خلايا للتانيه. لو خليه جلفانيه يبقى الانود قطب سالب، لو خليه تحليليه يبقى الانود قطب موجب. وفي الحالتين بيحصل له اكسده، وفي الحالتين فقد الكترونات، وفي الحالتين مصعب. يبقى التغير في الاشاره فقط. طب يعني لو انا حفظت واحده الثانيه عكسها؟ اقولها بطريقه ثانيه. حضرتك ادي الانود وادي الكاثود في الخليه الجلفانيه والخليه التحليليه، حرف ج وحرف الحاء. في الخليه الجلفانيه الانود قطب سالب، في الكاثود قطب موجب. الخليه التحليليه الانود قطب موجب والكاثود قطب سالب. شكرا لحضرتك. هي 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 هي. يبقى انا دلوقتي لازم اعرفك انود يبقى سالب ولا موجب؟ سالب. الاثنين كلمتين خفاف على بعض، الانود سالب والكاثود موجب. خلاص ده فين؟ في الخليه الجلفانيه. طب يا مستر الانود ده اكسده ولا اختزال؟ اكسده. هنا وهنا ولا هنا بس؟ في الاثنين. طب وهنا الكاثود؟ في واحد ولا في الاثنين؟ في الاثنين. اصل الكاثود يعني اختزال. طب بقول لك الانود ده مصعد ولا مهبط؟ في الاثنين ولا في واحد؟ الاثنين. طب والكاثود فين؟ تمام. هنا بقى حضرتك الكهرباء بتمشي من الى، بتمشي ما تقولي ليه السالب وموجب، بتمشي من الانود للكاثود. يبقى الكهرباء بتمشي من الانود للكاثود. ده فيها مشاكل. طب مين الانود ومين الكاثود؟ اسمع بقى مني. الاقوى الكهرباء تبدا من عنده، هو اللي بيدي. القوي هو اللي يدي، والضعيف هو اللي ياخد. طيب وانا القوي والضعيف ده اعرفه ازاي؟ تعالى لي، انت عندك خرسين ومين؟ الخرسين اقوى من النحاس في مسلسله التفاعل الكيميائي. طب يا مستر وانا هعرفها ازاي؟ اقول لحضرتك في كراسه المفاهيم اللي هتتوزع عليك وهتخش بيها اللجنه، فيها تسلسل، فيها العناصر من الالف للياء مترتبه من الاقوى للاضعف، فتقوم حضرتك فاتح وشايف من القوي. ولكن عندك مثال زي الخرسين والنحاس انت بتبقى عارفها ان الخرسين اقوى من النحاس. طيب انا مش عارفها، ما انا بقول لحضرتك شكلك نسيت، بقول لك معاك كراسه المفاهيم اللي بيبقى فيها الجدول ده. مترتب من فوق لتحت، الاقوى ثم الاضعف. طيب يبقى هنا الكهرباء هتمشي من اللي في مص على السبوره، من الخرسين. يبقى هنا الكهرباء هتمشي منين؟ من الخرسين لمين؟ للنحاس. بقول لك ايه؟ يبقى الخرسين جدعه جدعه. مش انا بقول لك الكهرباء هتمشي من الخرسين للنحاس؟ مش بقول لك الكهرباء هتمشي من الانود للكاثود؟ يبقى الخرسين ده ايه؟ انود والنحاس كاثود. وصلت ولا لا؟ طب بما ان الخرسين انود يبقى قطب ايه؟ سالب. تسلم لحضرتك. وده قطب ايه؟ موجب. ايه ده يا مستر؟ عشان كده بدات الكلام وقلت لي ان الباب ده محتاج تركيز. ما بين انك تركز وما تركز بايديك، ما ركزتش ما بتتحلش كده. اسئله الكيمياء الكهربيه الباب الرابع ما بتتحلش كده، بتتحل تفكر دي خليه نوعها ايه؟ طب ده الكهرباء منين لفين؟ طب مين الاقوى؟ طب يبقى ده الاقوى، يبقى ده اللي هيفقد، ده الاكسده، ده اللي هيدي، يبقى الكهرباء هتمشي من عنده، يبقى هو الانود، ودي خليه جلفانيه، يبقى ده قطب سالب كده. طب يا مستر الحصه الجايه هنسمع؟ اكيد. او ما يلا حضرتك الكهرباء بتمشي منين لفين؟ تسلم. يبقى انت حضرتك بتذاكر وتخلي بالك من الحاجات اللي هسال فيها واقولها لك اخر الحصه. طيب يا مستر حسام كده الانود خرسين والكاثود نحاس، يجي بقى شويه اسئله حلوه يقول لك ايه؟ يشيل لك ده ويشيل لك ده. يعني مثلا
اكس وواي. حلو الكلام؟ وشلت كل البيانات. مستر طب ما تكتب لي السؤال. سؤال كيمياء سريع بقوله لحضرتك، هو جايب لك خدين وجايب لك لوحين، جايب لك قنطره ملحيه، جايب لك فولتاميتر، وادي المحاليل يا باشا، وقمت عملت لك كده، وادي اكس وادي واي. شكرا لحضرتك ومش مديك اي حاجه تانية. الكهرباء من اكس لواي ولا من واي لاكس؟ ليه؟ عشان شكل الجلفانو حبيبي. لما تلاقي السهم كده، لما تلاقي السهم كده، ده معناه ان الكهرباء زقته كده فبقى عامل كده. طب لو انا لقيت السهم كده يبقى الكهرباء ماشيه من واي لاكس. وصلت؟ طب نرجع معلش بقى تاني لمرجعنا عشان نشوف كمان شويه الاسئله. هنا الخرسين وهنا مين؟ مستر تمام. ايه بقى القنطره الملحيه دي؟ القنطره الملحيه دي حضرتك دي لو يعني كيجي هيقول لك بتربط ما بين المحلولين، بتهيألي انت شايف صح؟ بتربط ما بين محلولي نصفي الخليه، ده نص وده نص، مين اللي بيربطهم؟ القنطره الملحيه. القنطره الملحيه دي تحتوي على محلول الكتروليتي زي كبريتات الصوديوم Na2SO4. مالها دي يا سيدي؟ ده يا سيدي بيعادل الشحنات الموجبه والسالبه. يعني اذا لقى لازم الموجب، ما هو موجب وسالب يعني في فقد وفي اكتساب، يعني في اكسده وفي اختزال. فافرض مثلا السالب زاد، ايونات السالب زادت، التفاعل يقف والكهرباء تقف. يبقى لازم السالب يساوي ايه؟ الموجب. لازم الفقد يساوي الاكتساب ويبدأ في تعادل. فالقنطره الملحيه دي واقفه، اذا لقت السالب زاد تقوم عامله تعادل معاه عشان تقلله شويه او تزوده شويه، بحيث يبقى في تعادل ما بين الموجب والايه والسالب. يبقى ايه فايده القنطره الملحيه؟ بتربط نصفي الخليه، بتعادل الشحنات الموجبه بالشحنات السالبه حتى لا يتوقف الاكسده والايه والاختزال. تقول لي لحضرتك هو اختيار هذا المحلول عشوائي ولا ليه شروط؟ ليه شروط؟ الشروط رقم واحد، لما حضرتك تختار المحلول الالكتروليتي اللي جوه القنطره الملحيه معلومه بمليون جنيه، لازم المحلول اللي تحطه في القنطره الملحيه يكون اقوى من اللوحين اللي محطوطين. لازم يكون اقوى من اللوحين. شايف اللوح ده وشايف اللوح ده، اجيب واحد مش لوح، اجيب واحد اقوى منهم في متسلسله التفاعل الكيميائي. تقول لي ليه؟ اقول لحضرتك حكم القوي، ما هو القوي يحل محل الضعيف، وما ينفعش حد يبقى اقوى من محلول الالكتروليتي بتاع القنطره عشان ده الحكم اللي بيعادل ما بين الاثنين. يبقى ما ينفعش اجيب مثلا هنا احط هنا، يبقى هنا صوديوم وهم حاطط هنا مين؟ النحاس. يقوم الصوديوم رايح ماسكه وراكن النحاس وهو اللي ماخد مكانه، بس ده غلط. يبقى القنطره ملحيه لازم تكون ايه؟ اسد زي ما بيقولوا، لازم يبقى الاقوى ما بين اللوحين اللي محطوطين. وحاجه تانيه، ما يكونش راسب مع اي حد من الموجودين. بمعنى انا يا عم دلوقتي ده سي يو، قمت انا شلت ده وحطيت مثلا بي بي اس كبريتيد الرصاص مثلا يعني. طب يا حبيبي ما هو السي يو اس ده راسب اسود، يبقى ما ينفعش احط محلول يكون ضعيف ولا انه يكون راسب او ينحاز لحد فيه. صعب الكلام ده؟ طبعا الكلام ده هنقراه دلوقتي، بس انا عاوزك تشغل مخك معايا. طب يا مستر عاوز تقول لي ايه كمان؟ عاوز اقول لحضرتك خلاصه الكلام اللي قلناه لغايه دلوقتي. بص على السبوره، رقم واحد خدنا ان الباب بتاعنا اسمه الكيمياء الكهربيه، وده مقسوم حاجتين، من الكيمياء اجيب كهرباء، من الكهرباء اجيب كيمياء، والكيمياء الكهرباء دي اللي هي الخلايا الجلفانيه. عرفنا اللي فيه اكسده واختزال، يعني في فقد واكتساب، في حركه الكترونات رايحه جايه فتولد الكهرباء. خدنا العالم دانيال اللي عمل الخلايا الجلفانيه اللي بيتم فيها تحويل الطاقه الكيميائيه الكهربيه، بتتكون من حدين لوحين قنطره ملحيه وفولتاميتر، ولازم ان يكون المحلول من نفس الايه؟ من نفس اللوح. وعرفنا ان اتجاه التيار الكهربي بيبقى من الانود الى الكاثود، وعرفنا قاعده ثابته ان الانود يعني اكسده في جميع الحالات، الكاثود يعني اختزال في جميع الحالات، لكن بيتغير اشارته من موجب لسالب على حسب نوع الخليه، يا جلفانيه يا تحليليه. لو جلفانيه الانود سالب، ولو الكاثود يبقى موجب. وخدنا تجربه النحاس الازرق وعرفنا مين اللي بيزيد ومين اللي بيقل من حيث التركيز والكتله. ده اللي احنا خدناه لغايه دلوقتي. طيب ايه رايك نلقي نظره؟ افتح كتابك وقلمك تشتغل معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول صفحه بتقول لك ايه؟ طبعا انا بعمل ايه دلوقتي؟ نقرا الكلام بقى. يلا حته، لان ما بين السطور هنا
في اسئله بحطها عشان اعرف يلا انت فهمت ولا لا، فنبدا نحلها ايه سوا. بس الاول امسح سبورتي. تحرك رقم كم عندك؟ واحد. تعتبر الطاقه الكهربائيه من اهم صور الطاقه واكثرها صداقه للبيئه. علم الكيمياء الكهربائيه هو العلم الذي يهتم بدراسه التحول المتبادل بين الطاقه الكيميائيه والطاقه الكهربائيه. وقلمك الرصاص شغال او قلمك الجاف او القلم الفوسفوري. طبعا انت عندك هنا توضيح مفهوم الاكسده والاختزال. طبعا الاكسده والاختزال اكتب معلش كده عنوان جنب العنوان اللي هو الاكسده والاختزال ده بقلمك الجاف او بالرصاص، اكتب مخطط الأكسدة والاختزال. اكتب كده الكلمة دي وهفهمك بعدين، مخطط الأكسدة والاختزال. طبعا مخطط الأكسدة والاختزال حضرتك اللي هو ده، يترسم جنب الجدول. يلا ارسمه كده ويعمل لي كده أكسدة وكده اختزال. رسمت المخطط بتاعك تمام التمام. طبعا المخطط ده عندك مقارنة الأكسدة والاختزال والجزء اللي احنا شرحناه تمام، وهتلاقي المعادلة اللي فقد واللي اكتسب وشوف الصفر. يعني هو مدي لك مثال زد ان صفر، سهم زد ان موجب 2 زائد 2 الكترون. تعالى لي ده أكسدة واختزال، ما تفكرش غير لما توسع المعادلة دي. قد ايه صفر بقى كام؟ طالع ولا نازل؟ يبقى ايه؟ خلاص اتحلت. اللي بعدها بيقول لك تفاعلات الأكسدة والاختزال اللي هي تفاعلات تنتقل فيها الإلكترونات من أحد المواد المتفاعلة إلى المادة الأخرى. مواد الأكسدة والاختزال، واحد بيفقد عشان التاني يكتسب. انتقال الإلكترونات من مادة يحدث لها أكسدة إلى مادة يحدث لها اختزال، اكتب جنبها يعني من الأنود للكاثود. ما هو الأنود يعني أكسدة والكاثود يعني اختزال، والكهرباء بتمشي من الأنود للكاثود، يعني بتمشي من اللي بيفقد للي بيكتسب. رقم 3، انتقال الالكترونات من عامل مختزل الى عامل مؤكسد. اكتب فوق كلمه عامل مختزل يعني اكسده يعني انود. العامل المختزل يعني اكسده يعني انود، والعامل المؤكسد اختزال يعني كاثود، يعني الكهرباء بتمشي من الانود للكاثود. طبعا تحت معادله بتاعه الاكسده والاختزال هات لي صفحه 2 طبعا اللي هي الحته بتاعت، احنا دلوقتي بنعمل زي مراجعه تاني للي قلناه بدل المره 2 و3. فاكر اللي هي الزد ان زائد السي يو اس او 4 اللي هو اللون الازرق هيديني زد ان اس او 4 زائد السي يو النحاس راسب. ده لونه ايه؟ ده لونه ايه؟ عديم اللون. جميل. شايف الصفحه اللي قدام حضرتك دي اللي هي الجزء اللي شرحناه اللي هو الخرسين اللوح بيقل. يا رب اصل دي عاوزه فهم، دي عاوزه فهم ما بتتحفظش دي. حضرتك لوح الخرسين ده مش داخل على السي يو اس او 4، يبقى لوح الخرسين ده كتلته قد ايه؟ وطالما كتلته قلت يبقى ايوناته زادت، يبقى تركيز ايوناته زاد. حضرتك الكبريتات النحاس، النحاس كتلته بتزيد لكن ايوناته بتقل، والكبريتات مالها ثابته. واصله؟ انزلي تحت كلمه استنتج. شايف على ايدك اليمين تحت وعاملها بالفوسفوري، عاملها لك بالفوسفوري. اختفاء اللون الازرق لمحلول كبريتات النحاس، اختفاء اللون الازرق لمحلول كبريتات النحاس عند وضع لوح من الخرسين. ليه؟ علشان الخرسين بيحل محل النحاس لانه انشط منه اقوى منه. كلمه استنتج تحت، لا يمكن الحصول على طاقه كهربائيه عند وضع صخ خرسين في محلول كبريتات النحاس. يعني اللون اتغير صح؟ هل في كهرباء طلعت؟ لا. ليه حبيبي؟ هو في سلك؟ هي الكهرباء دي هتمشي في الجو طايره ولا محتاجه مصدر يلقطها عشان تمشي فيه؟ يبقى الاجابه وذلك بسبب عدم تدفق الالكترونات عبر وسيله اتصال خارجيه اللي هي السلك. ايه اللي بالصفه مجمع لك هنا صوره الرسومات البيانيه تظهر على الشاشه دلوقتي حضرتك. ايه بقى الرسومات دي؟ هو انت مش دلوقتي راجل بتفهم وفاهم ايه اللي بيحصل للكتله اللي بتزيد والانيونات الايونات اللي بتقل والكلام ده كله؟ يجي يقول لك سؤال زي ده كده، يجيب لك كده، هو مش ده هنا كتله الخرسين بتزيد ولا بتقل؟ شكرا فهمت. طب بقول لك ايه، كتله النحاس بتقل بمرور الزمن؟ شكرا. ما هي معتمده على ده، وطالما ده فاهم دي بالنسبه لك مش صعبه، بس انا مجمعهم عشان عارف ان الاشكال دي بتضايق حضرتك، فمجمعهم لك عشان بتعتمد على فهم. بس انا طالب منك بقى، شايف حضرتك الحته الفاضيه اللي فوق؟ اكتب لي المعادله دي. يلا اهي اكتبيها فوق الرسومات دي عشان يبقى دي ليها علاقه بالرسمه.
نكتبها تاني. وعاوزك برضو بعد ما تكتب المعادلة تخلي مكان للرسمة دي، تعمل كده وتحط لوح وتقول كده ده لوح خرسين كتلته بتقل عشان بيحل محل النحاس، وده CuSO4 اللي هو كبريتات النحاس لونها أزرق بيقل لونها عشان طبعا تحت في مكان فاضي برضه، عشان بيتكون كبريتات الخرسين عديمة اللون. ويا سلام لو معاك لون مختلف، واعمل كده ان ده النحاس المترسب كتلته بتزيد وتركيز ايوناته بتقل. شكرا لحضرتك، كده انت بقيت برنس في الرسومات دي، خلاص ثق تماما اي رسمه هتبقى كويس فيها. طبعا بتظبط في البيت تقرا كل واحده من دي وتبص لها وتشوف انت فاهمها ولا لا. طبعا نسيت ان نكتب ان الكبريتات ثابته، تركيزها ثابت. ماشي هنذاكر. ها والحاجه اللي تقف قصاد حضرتك بتعلم عليها، مثلا انت دلوقتي كام رسمه دول؟ 3 6 9 12. يا عم في اتنين وقفوا قصادك، ما تكتب جنبيهم مستر حسام وبعد الحصه وريهم لي نخلص منهم. صفحه 4 هو بيقول لك ايه؟ ان الخلايا الكهربيه هناك تفاعلات اكسده واختزال. ماشي، في النص بيقول لك انواع الخلايا الجلفانيه، خدنا خلايا جلفانيه وخليه تحليليه. الجلفانيه يعني الكيمياء تتحول الكهرباء، والالكتروليتيه او التحليليه ان الكهرباء تديني الكيمياء. تحت تتفق جميع الخلايا الكهربائيه فيما يلي: تتكون من قطبين هما الانود والكاثود، والانود يعني اكسده والكاثود يعني اختزال، الانود يعني مصعد، الكاثود يعني مهبط ثابته ولا تتغير في الخلايا الجلفانيه والتحليليه. لكن ايه اللي بيتغير؟ ان الانود سالب في الخليه الجلفانيه والانود موجب في الخليه التحليليه. طيب انزل لي تحت. ينتقل فيها التيار الكهربي نتيجه لحركه الالكترونات في السلك الخارجي، ويكون غالبا من عنصر انتقالي. الايونات في الالكتروليت، خلي بالك من الحته دي، يجي يقول لحضرتك الالكترونات تتحرك فين؟ في السلك ولا في المحلول؟ في السلك. طب والايونات الموجبه والسالبه في المحلول، تخلي بالك من حركه الايونات وحركه الالكترونات. هنا هتطلع لك ايه؟ الانيونات تلاقي الايونات السالبه باتجاه الانود، والكاتيونات تلاقي الايونات الموجبه باتجاه الكاثود. طيب تعريفات هامه تحت، ايه هو الالكتروليت؟ طبعا الالكتروليت ده اللي خدناه في الباب الثالث اللي هو بيوصل الكهرباء. الانيونات اللي هي السالب اللي هي زي الكربونات، فاكرين البيكربونات والكبريتات والكبريتيت والسيوكبريتات اللي هي الدكاتره بتاعت الباب الثاني دي، اسمها الانيونات اللي هي السالبه. ليه يعني ايه سالبه؟ غنيه بالالكترونات. طب والكاتيونات اللي هي الموجبه الفقيره بالالكترونات، واللي بالصفحه صفحه 5 شايف الرسمه اللي في النص دي اللي هي بتاعه خليه دانيال، اللي هي بتتكون من حدين لوحين قنطره ملحيه وفولتاميتر. وطبعا في صفحه 5 الجدول بتاع نصف الخليه ده ايه وده ايه وده اللوح، وان لازم المحلول من نفس الايه اللوح. يعني هنا خرسين يبقى كبريتات خرسين، هنا نحاس يبقى كبريتات النحاس. شايف بقى في الجدول ده ما يقول لك القنطره الملحيه، شايفها مكتوبه جنبها امثله، اكتب جنبها خلي بالي ومذاكره وحفظ. يبقى الامثله دي تخلي بالك منها. طبعا جنب الامثله القنطره الملحيه دي، هو خلي بالك لو خدت بالك فلك كير اصحاب الخير اللي هم الصوديوم كالسيوم وكان في الامونيوم، لو خدت بالك ان ثلاث ارباع الامثله اللي عندك ما يكونش كلهم فيهم صوديوم وبوتاسيوم. ليه؟ لان الصوديوم والبوتاسيوم ما بيكونوش رواسب، بيدوبوا فما اقدرش. عشان كده قلت لك المحلول الالكتروليتي ده لازم يكون قوي اقوى من اللوحين وما يكونش راسب مع حد فيه. صفحه 6 حته تاني بتاعت الاكسده والاختزال بتاعت القرصين وكبريتات النحاس الزرقاء وشرحناها. انزل لي تحت 6 في سؤال هام، اسئله هامه. بيقول لك ما التغيرات التي تطرأ على كل من الانود والكاثود عند تشغيل خليه دانيال؟ بص لي كده، تعالى لي، مش ده الانود؟ كتله الانود هتقل ولا هتزيد؟ هتقل. هو مش الانود يعني اكسده يعني فقد. طيب
كتلة الكاثود هت ايه؟ هتزيد. ليه؟ لان الانود ده مصعد والكاثود ده مهبط، فالمهبط كتلته ايه؟ تزيد. وصلت؟ ماشي. انزل تحت سؤال، ما اهمية القنطرة الملحية اللي هو اسمه الحاجز المسامي؟ برضو تخلي بالك منه، ممكن يقول لك الحاجز المسامي او القنطره الملحيه الاثنين واحد. رقم واحد، بتقوم بتوصيل محلولين نصف الخليه بتعادل الشحنات الموجبه والشحنات السالبه. طبعا غياب القنطره الملحيه يؤدي الى توقف تفاعل الاكسده والاختزال. اقلب الصفحه. سؤال بيقول لك متى تتوقف خليه دانيال عن توصيل الكهرباء او عن تفاعل الاكسده والاختزال؟ امتى الخليه دي تتوقف؟ طبعا او لازم اشيل ده بقى، انا كنا بنشرح سؤال عليها. هنا كان Na2SO4، قلنا البي بي اس مش هتنفع. امتى تتوقف الاكسده والاختزال وامتى يتوقف مرور التيار الكهربي؟ امتى تتوقف الاكسده والاختزال؟ لما اشيل القنطره الملحيه. امتى؟ لما اشيل القنطره الملحيه. خلصت. او ان اللوح ده يخلص، انت مش بتقول كتلته بتقل، لما اللوح ده يخلص خلاص ما هو مش هيحصل في اكسده تاني. وصلت؟ تعال نقرا. قال لك عندما يذوب كل فلز القرصين، عندما تنضب كل ايونات النحاس. طبعا غياب القنطره الملحيه باستبدال محلول كبريتات الصوديوم بمحلول اخر اضعف من اللوحين، ما ده برضه يؤدي الى توقف الاكسده والاختزال. سؤال تالي، متى تقل قوه الدفع الكهربيه في خليه دانيال؟ بتقل قوتها، بتقل قوه الدفع الكهربيه، نفس الفكره. طيب انزل تحت خالص، في كلمه شروط اختيار محلول القنطره الملحيه وبتبقى جنبها مهم جدا. شروط اختيار محلول القنطره الملحيه، والحته دي مهمه جدا جدا جدا. طيب اكتبها على السبورة عشان ابدا اقول سؤالي. شروط اختيار محلول القنطره الملحيه. شروط اختيار محلول قنطره ملحيه قلناها، عيدها تاني حضرتك. لازم تقول ان شروط اختيار رقم واحد ان يكون المحلول اقوى من اللوحين. قولها لي كده، ان يكون المحلول ماله؟ اقوى من اللوحين. يبقى هنا ان يكون المحلول اقوى من اللوحين. رقم اتنين، انه ما يتفاعلش مع اللوح، اي لوح فيهم، ويكون ايه؟ راسب. ما ينفعش. تمام. طيب تمام، سؤال اجيب لك كده بسرعه. شايف المحلول ده؟ قلنا اختيار المحلول القنطره الملحيه لازم ان يكون اقوى من اللوحين، وان ما يتفاعلش مع اللوحين ويكون راسب. تعالى حضرتك بيقول لك هنا، هل يا ترى يتم مرور، او ايه اللي هيحصل للكهرباء هنا؟ ايه اللي هيحصل لمرور التيار الكهرباء؟ الاجابه يتوقف. ليه؟ اولا الخرصين اقوى من الحديد، وبما ان الحديد في القنطره الملحيه اضعف من لوح منهم، يتوقف تفاعل الاكسده واختزال، لان من شروط اختيار القنطره الملحيه ان يكون اقوى من اللوحين، وبما ان اللوح خرصين اقوى منه يبقى يتوقف تفاعل الاكسده والاختزال. ما فهمتش دي؟ سؤال كمان بيقول لحضرتك ايه، خلي بالك دي افكار، جايب لك برضو حدين، وادي اللوحين، وادي القنطره الملحيه، وادي الفولتاميتر ما فيهوش اي مشاكل، وقال لحضرتك ان ده الرصاص وان ده النحاس، وهنا يا سيدي المحلول الالكتروليتي اللي في القنطره الملحيه اللي هو Na2S. اولا هيتكون راسب مع النحاس وهيتوقف تفاعل الاكسده والاختزال، لان من شروط اختيار القنطره الملحيه ان يكون المحلول اقوى من اللوحين، وانه ما يتفاعلش مع حد فيهم يكون راسب. وصلت الفكره؟ وده اللي موجود عندك صفحه 8.
اللي هو المثالين عشان تبقى فاهم السؤال بالإجابة بتاعتها ماشية ازاي. هات لي صفحة 9.